اول شغله هي اول شغله بتتعلمها بالديفنس هي اذا عم تلعب 5 on 5 ممنوع نوع من البنتريشن، يعني ممنوع يفوت من هون، يعني انا بس بدي حلقه بدي حلقه من هون اوكي؟ ممنوع خليه يفوت من هون، جرب يفوت من هون ممنوع يفوت من هون برجع بحكي لهونيك شو بحبه؟ حط الطابة هون خليها بيزا بحبه كل شيء لك شو بحبه؟